اهلا بيكم في قناة ايمي يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل طاجن اللحمة المغربي. زي ما احنا شايفين شكله قد ايه مشهي ولذيذ. بصوا اللحمة دايبة وطرية ازاي، من اجمل وصفات اللحمه اللي اكلتها بجد رائع. هجيب حله واحط فيها حته زبده وهحط 6-7 قطع كده من القراصية تكون سليمه بالبذره بتاعتها كده، واحط معاهم معلقه كبيره سكر. ومعلقة قرفة. كده انا عايزة السكر يبتدي كده بس يدوب ويبتدي يتكرمل، لكن مش هنسيبه لغاية ما يتحرق او يعمل طعم المرارة. لما نوصل للمرحلة دي هحط عليهم مية مغلية هقلب السكر بقى ادوبه كويس كده في المية وهشيلها على جنب. هجيب طاسة سخنة واحط فيها زيت زيتون وهنزل عليها بكيلو من قطع اللحمة. هشوح اللحمة في الزيت كده لغاية ما تاخد بس اللون البني من كل الجوانب كده. بعدين احط عليها بصل مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل اسود. جنزبيل بودرة. وكركم. ممكن احنا نستعمل زعفران. اقلب التوابل كده مع اللحمة كويس.
افضل اقلب في اللحمة كده 5 دقايق 10 دقايق لغاية ما احس كده ان هي ابتدت تدخل في مرحلة السوى، هنزل عليها بخليط القراصية والسكر اللي احنا حضرناه. هجيب برام وهصب فيه الخليط بتاعي كله، ازود لها شوية مية مغلية بس عشان اتأكد ان اللحمة تستوي كويس. وديها رشة سمسم محمص ولوز محمص، وممكن ان اللوز كمان ان احنا نحمره الاول في شوية زيت بس يعني بيبقى اتقل شوية، وبعدين هغطيها بالفويل وهدخلها الفرن لغاية ما اللحمة تستوي. زي ما احنا شايفين بعد ما استوت، شايفين منظر الطاجن عامل ازاي، وسهلة جدا ما اخدتش مننا مجهود في ان احنا نعملها، وما بتاخدش وقت، ووصفة سهلة وجميلة جدا حقيقي، طعمها تحفة. استنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.